دلوقتي نجوم في الحجر مع إيناس سلامة الشواف. نجمة النهاردة لطيفة. كل سنة وانتو طيبين والله أكرم، ويا رب يبقى كل رمضان اللي جاي، كل العوام اللي جاي تكون أحلى من السنة دي بكتير يا رب. والله الحقيقة ما فيش مقارنة بين اللي أنا كنت متوقعاه من سنة 2020 وبين اللي أنا لقيته، ولا حد فينا كان يتوقع اللي احنا شايفينه، لكن قدر الله ما شاء فعل، فإحنا راضين بقضاء الله سبحانه والحمد لله على كل شيء. يعني والله أنا كنت متفائلة ب2020، وألبومي نزلته أول 2020 عشان متفائلة بالرقم، وما حبيتش أنزل آخر 2019. قلت يا جماعة 2020 متفائلين بسنة جديدة وسنة مميزة، وأنا عاملة أغاني جديدة ومميزة كل غنوة شكل، لكن التوقعات كانت حاجة تانية خالص. لكن الحمد لله أنا اللي مهون عليا أنه الحمد لله كل الناس سمعت الألبوم، حبت الأغاني، ومن قبل ما الكورونا دي تيجي وتسيطر على حياتنا. يعني والله الأول مكسب أخدته من 2020 هو قعدتي جنب أمي، ربنا يحميها ليا ويخليها ويشفيها، وأول مكسب وأحلى مكسب وأغلى مكسب بجد. يعني أنا مبسوطة بقعدتي مع ماما وأختي، وقاعدين في البيت هاديين، وده أكبر مكسب بالنسبة لي، لأنه صحيح ماما عايشة معايا هنا في مصر، وصحيح أنا معاها كل يوم وكل ليلة وكل يوم، يعني بصحى مع ماما بنام بنايمها ونام وكده، لكن أني أقضي كل النهار وطول النهار وطول الأيام دي وأنا قاعدة كده وجنب ماما، ده حلم تحقق لي في 2020، وأنا مبسوطة بيه جدا، ده المكسب. لكن أنا افتقدت طبعا بقية عيلتي، يعني عيلتي جنبي، يعني أخويا مثلا العمارة اللي جنبينا، لكن مش قادرة أشوفه هو وولاده، ما بنفطرش كلنا على ترابيزة واحدة لأنه في بيتهم وملتزمين بالحجر وقاعدين في البيت، وافتقدت بلدي طبعا، افتقدت تونس وافتقدت الناس وصحابي اللي كانوا بيقولي في رمضان، وكنت ساعات بروح أنا في رمضان وكده، وافتقدنا اللمة، لمة صحابي هنا في مصر، يعني كنا بنتجمع دايما على السحور، ده اللي أنا افتقدته. يعني سوري 2020 منك أكتر حاجة افتقدتها جمهوري، أكيد اللي سأفتقده في الشهور الجاية دي، لأنه غالبا السنة دي مش هيكون فيه لا مهرجانات ولا حفلات. ده شيء أنا بفتقده بشكل قاتل، ولكن اللي مهون عليا زي ما قلت لك إنه ده يعني قدر الله ما شاء فعل، ده ربنا عايز كده وده اللي حصل، والحمد لله زي ما بنقول جت باللطف، يعني إن احنا في مصر ربنا حميها مصر، وذكرت في القرآن وربنا حمينا أكثر من بلدان كتير جدا، يعني بلدان يمكن قوة عظمى يعني وعندهم إمكانيات أكثر بكتير، لكن في بركة ربنا سبحانه بتحمي هذا البلد، فالحمد لله. والله هقولك حاجة، كل الحفلات اللي أونلاين والحاجات دي تفتقد الروح. أنا بغني بحب أشوف عيون الناس قدامي، بحب أحكي معاهم، بحب أسمع صوتهم، أسمع صوت جمهوري هو بيسقف وهو فرحان وهو بينادي بأسامي الأغاني وهم بيغنوا الأغاني، كل ده طبعا بفتقده أكيد مليون المية، لكن حفلات الأونلاين مش هتعودني ده. ولكن كان ليا لقاء أونلاين قبل رمضان مع الفانز، انه يبقى لقاء، لكن اني انا اعمل حفلة اونلاين فكرت فيها في الاول، بعد كده رجعت في كلامي بصراحة. في نعم كتير جدا ما كناش حاسين بيها، وكنا حاسين انه هي عادي انك تنزلي وتشوفي اصحابك، عادي انك تنزلي وتروحي الاستوديو، ده الحياة العادية، انك تسافري وعندك شغل تركبي طيارة وتروحي مطارات تعرفي على الناس وتشوفي ناس تانية وتحضري مؤتمرات وتحضري حفلات، دي الحياة العادية. ولكن حسينا بقيمتها أكتر لما اتحبسنا في البيوت. يعني أنا مثلا أول قرار هعمله في حياتي بعد كده بإذن واحد أحد لو عشنا، يعني ربنا يحمينا، أني أنا أي حفلة هتجيلي هوافق عليها، قد كده أنا يعني محتاجة أشوف الناس، قد كده أنا مشتاقة أن أنا أشوف جمهوري، قد كده أنا محتاجة وقفتي على المسرح، محتاجة أغني أغنية اللي نزلوا في الألبوم لايف مع الناس اللي عملة يبعتوه لي على الأونلاين وعملة يصوروا ويسجلوا ويبعتوا لي. فأنا هاخد قرار بقى أنه
كل الحفلات حتعرض علي حعملها بعد كده. وده شيء إيجابي جدا، إنه كل التعاملات مع السوبر ماركت، مع ديليفري، أي فارماسي تجيب لك حاجة، كل الناس بكمامة، كل الناس لابسة جوانتيات في إيديها، كل الناس حتى بتاع الخضار بتاع الفاكهة بيجي لك هو معقم إيديه ومعقم كل حاجة. أعتقد إنه دي حاجة نفسي بقى أمنيتي إن إحنا نتعود عليها بعد كده. يعني أنا شخصيا بقيت أغسل الصابونة بالصابونة مثلا يعني بقيت أغسل إيدي وأفرك إيدي وصوابعي بزيادة، بقيت رايحة جاية على طول بغسل إيدي. والوسواس بقى إنه طب يمكن الفيروس مستخبي هنا، أبص في ضوافري كده وأعمل كده لكن ده شيء إيجابي إنه يبقى فيه أكتر الناس بتاخد حذرها أكتر. يعني أكتر أبليكيشن اشتغلت عليه وأنا في أيام الكورونا دي وأيام الحجر وكده، أعتقد أنه الإنستجرام وتويتر. أنا طبعا في يعني المكتب بتاعي إي جي أدفرتايزنج شغالين على معايا المكتب على السوشيال ميديا، ولكن أنا شخصيا أكتر حاجة اشتغلت عليها إنستجرام وتويتر. انا اللي برد عليهم، ما حدش بيرد عليهم غيري، انا اللي برد على الناس وعلى تويتر طبعا الحاجات التفاعل ده كله انا اللي بعمل ده، لكن هما بيساعدوني في الحاجات التانية، يعني لو فيسبوك لو كله، يعني في حاجات انا بقول لهم عايزين ننزل ده هنا وهنا وهنا. فالشركه المكتب اللي معايا يعني ناس كفاءه جدا. ليه بقى انستغرام وتويتر؟ عشان هما كل السوشيال ميديا كلها سريعه، ولكن انا انستغرام بيمتعني، بحسه اسرع حاجه، اي حد بينزل خبر جديد تك على طول تلاقيه على انستغرام صوت وصوره. فتويتر كمان بحبه عشان جد اكتر كمان. يعني عايزه اقول لك ان انا كل ركن في البيت اتظبط، هدوم التصوير بقى ليها اوضه لوحدها، المطبخ من فوق لتحت كله، مكتبي والبيانو والحاجات وكل الجيم بتاعي في البيت كله، كل حاجة اتزبطت، الصالون كل حتة، أوضة ماما كلها زبطتها، الصيف الوحدي والشتوي الوحدي أنا وهي قطعة قطعة كده. يعني تسليت لا تسليت جامد لا بصي بقى أنا هقولك حاجة جديدة بقى. بصي أنا عمري ما اتكلمت على الموضوع، أنا شخصيا كنت لما أشوف قناة فيها أكل وطبيخ بقلب على طول، عمري ما واحدة أتفرج على الحاجات. أنا عمري ما كنت يعني ست بيت شاطرة في المطبخ خالص خالص مالص، من النوع اللي أدخل عايز أطبخ أو حاجة كده، إلا في رمضان كنت ساعات أدخل أساعد منيرة أختي أو الطباخ اللي في البيت. كويس طبعا طباخ مش موجود، كورونا كل الناس في بيتها. كويس انا اكتشفت الطباخة اللي جوايا بقى طلعت الطباخة طلعت ازاي، انا نفسي مستغربة. ماما ادتني شهادة، ماما ما بترضاش ما بتاكلش من ايد حد خالص. كويس حتى الطباخ تقعد تطلع فيه الميت حجة انه عشان ما تاكلش اكله. فماما ما بتاكلش غير من ايدي دلوقتي. انا دبست نفسي بقيت انا الطباخة في البيت. تخيلي انا عمري ما كنت احب الطبيخ ولا احب قعدة المطبخ، ولا لقيت انه الحاجة يعني. وكنت مضطرة في الاول بصراحة، طب انا هطبخ لماما يعني، لازم اطبخ لازم اطبخ. فابتديت شوي شوي لقيت نفسي والله شاطرة قوي بجد، يعني اكتشفت نفسي. لا وصفة يتعب شوية يعني بلاش دي عايزة 2020 تانية لا خلينا كده حلوين ما عرفش اقول وصفات. طيب بتعالي في المطبخ معايا وهجيلك بس كده. لا انا ما تربطينيش بقافية، بس انا هقولك هي سنة صعبة جدا، ولكن علمتنا حاجات كتير جدا جدا جدا. شكلي هغني في الشارع والله العظيم قد كده انا يعني بجد وحشني الغنى، وحشتني الحفلات، وحشني جمهوري، وحشوني الناس. شكلي هعمل فرقة ولف في الشوارع اغني انا مبسوطة ان الناس قربت من ربنا اكتر في الظروف الصعبة دي، وإن شاء الله ما نشوفش أيام تانية زي دي خالص، ويبعد عننا كل مكروه يا رب. استنوا نجم الحلقة الجاية محمد هنيدي، شوف الدنيا كده إيه وإن شاء الله يكون خير ونرجع أشغلنا بقى، والحياة تعود بإذن الله.